في النوت. رأيت الملك عبد الله الله يرحمه السعودي طيب. اي نعم. انا معطيني ساعة رولكس طيب. وانا فرحت فيها كذا شوي ومشيت من عنده. وبعدها بيوم حلمت حلم ثاني. يعني حلمت كان صراحة المنظر جميل. اذا حلم ثاني قصير كمله. اذا حلم ثاني قصير كمله. اي الحلم فضل. الثاني ما اقصر من الاول. فبعدها طيب. بيوم او يومين يعني حلمت انه كان امام منظر جيد صراحة وجميل كذا. وكان واحد من اللي كانوا يعملون عندي وبعدين سافر وطلعت من المنصور وكان يقول لي الأمورك طيبة وأسأل الله تعالى وكان يدعي لي وكان يعني في نوع من الإيه من التفاؤل في الدعاء وكان يقول لله سبحانه وتعالى يسهل أمورك وانتهى على بعدها حفظك الله. طب شو وضعك أنت الوظيفي؟ هذا مش سياسي، هذا حلم عادي. هو الأحلام السياسية اللي هي بتكون ضد نظام معين او توجه معين او فيها يعني بلاء لشخص معين، هاي تعتبر سياسيه يفضل عدم ذكرها في البطوله الحيه. اما هذا حلم عادي، هذا ما في مشكله. انت شو وظيفتك؟ شو عملك؟ انا اعمل في احد قطاعات الدوله الله يحفظك. حلو حلو. وظيفه تشريفيه ولا وظيفه سياسيه؟ لا وظيفه تعليميه. يعني تعليميه. حلو. عندك أي مشاكل اجتماعية أو صحية أو وظيفية؟ لا أبداً الحمد لله ما في شيء. متزوج؟ إيه نعم. حلو. زوجتك حامل ولا لا؟ لا والله مخلف بنتين وكيف نوقفنا خلاص. أحسن، ريحت راسك. إيه نعم. في شيء كنت تحاول تسويه أول وما قدرت؟ هدف قوي مثل بناء بيت او ارض او والله أو نعم. مثل سفر او شيء. نعم يعني يعني احنا لا زلت تدور ارض وابني وكذا ولعل الله تعالى ان يعني يسهل لنا هذا الامر. كنت تحاول تبني ارض؟ عندك الارض موجوده؟ لا والله جالس تدور عليها. طيب المحل هنا سكر قفل، فعندك رقم الشخص عندك، ادخل اشترك في القناه وادخل على حساب الشخصي. اوكي انا ناسي نقفل الجماعه. اوكي ادخل حساب الشخصي، يقول لي انا شو اسمك؟ زكريا. قول انا زكريا. انا برجع اسوي بعد نص ساعه او ساعه، بس الحين لانه الجماعه ناسين يطفوا المحل. طيب ادخل على حساب الشخصي في التيك توك، اكتب انا زكريا، راح اعطيك رقم الشخصي وتواصل معي عبر الرقم الشخصي. هو مبدئيا الحلم عن امر انت فقدت الامل فيه يعود. نعم. افضل مما كان. يعني شيء انت كنت تحاول تسويه زمان ما قدرت تسويه. نعم. ولكن الحين راح تجيك فرصه تعمله ويكون افضل من السابق. يعني النجاح اللي كنت راح تحققه لو سويته في الماضي، الحين النجاح يكون مضاعف اضعاف مضاعف. ولكن انا اريد اراجع معك الحلم مره ثانيه لاني ما سمعته بشكل واضح الحلم الثاني. باذن الله. وانت طيب. وانت طيب. شكرا جزيلا. الله يحفظك يا حياك.